بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية التالية: إنما السبيل، أي اللي بورسويت اللايك اللي مشي تبعك ربي في جريمتك أو جرائمك، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. شكون يظلم بالناس؟ احنا نسبي ظالمين، احنا مظلومين. اللي يظلمون الناس اللي تو قاعدين يصولوا وجوده ومسخالوا ارواحهم، لهم الحق في كل شيء، يتصرفوا في املاك الناس وفي رقاب الناس وفي مصائر الناس واموال الناس بغير حق. لما كان شكون مش نهابه اصلا، شنو ما هوش ناس حكم عليهم بالأبدي، وبعد حبوا يتخلصوا منهم، عملوا لهم حيلة باش يخرجوهم بعاد عنهم. فإذا به كان مكان على يد هؤلاء المجرمين اللي فماش زمان ربما رأى أمثال هؤلاء الأعداء يا رب الأرض والسماء. نعود إن شاء الله.